مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة النيل للتعليم العالي، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة ونبأ من ينابيع المعرفة. مشاهدينا الكرام، الإيثار، حب الغير، الولاء والانتماء من المفاهيم الجميلة اللي بنحاول دائما أن نؤصل لها في أنفسنا وفي شعبنا الكريم، بالرغم من أن هذه المفاهيم تعتبر من الفطرة الطبيعية لكل إنسان، إلا أننا في احتياج كبير جدا أننا نؤصل ليها ونؤكد على وجودها داخل مجتمعنا المصري في الوقت الحالي لظروف كتيرة جدا بنمر بيها ومعوقات بتحاول تقلل من وجود هذه المفاهيم داخل أنفسنا وداخل مجتمعنا. تعالوا في هذه الحلقة نتحدث عن هذه المفاهيم، ايه هي وازاي نؤصل ليها وازاي ننشرها في مجتمعنا وازاي نأكد على وجودها بمشيئة الله داخل مجتمعنا المصري. معنا ومعاكم في هذه الحلقة دكتور حسن السنوسي، الكاتب والخبير التربوي. اهلا بيك معنا. اهلا بيك يا فندم، اهلا وسهلا. دكتور حسن، الولاء والانتماء والإيثار وحب الغير والتعاون، مفاهيم كتيرة جدا بنعتبرها يعني من الفطرة الأساسية لأي إنسان خير بطبيعته. المفاهيم دي اختفت من الوجود عندنا ولا موجودة ومحتاجين بس نشيل عليها شوية غبار شوية تراب عشان نؤصل ونؤكد على وجودها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لما نيجي نتكلم عن المفاهيم دي ما زالت موجودة عشان الشعب المصري لم يتغير. الشعب المصري بيمر بظروف صعبة شوية وبيرجع برضو الأصل الطيب. أصل الشعب المصري، الشخصية المصرية أصلا شخصية بطبع شخصية متدينة، الدين متوغل فيها. يعني أي حد عاوز يكسب الشعب المصري يخش له من ناحية الدين، هو شعب طيب بطبيعته، فكل الصفات الحلوة موجودة في الشعب المصري. بس المشكلة كلها تعرض لعمليات قهر وظروف صعبة ومشكلات كتير وزحمة الحياة، فالحاجات دي كلها ابتدت مش تختفي، ما تظهرش. فالمعدن الطيب بتاع الشعب المصري ما بيظهرش، بيظهر وقت الشدائد. يعني ميجي نتكلم على قيمة الانتماء، من أعظم القيم الموجودة في الوجود الإنساني. وجود الانتماء دليل على استمرار المجتمع، استمرار المجتمع وبقائه، ولكن عدم وجود الانتماء بيؤدي إلى انهيار المجتمع. فلما نيجي نتكلم على قيمة الانتماء، قيمة مهمة جدا، بالرغم أنها تعرضت لانهيار كبير بعد ثورة 25 يناير، إلا أن الانتماء موجود داخل الشعب المصري. يعني تعرضت لذلك عند بعض الافراد، ما نقدرش نقول ابدا عند المجتمع بصوره عامه. هي واضحه في المجتمع. عشان شفنا حاجات كتير، ناس مثلا بتتبادل الشتائم على صفحات الفيسبوك لمجرد اختلفوا في الراي. بنشوف مثلا بعض المشكلات في الشارع المصري، بنلاقي شجار، الصوت العالي، واحد ماشي على رجليه، واحد بيزق، واحد راكب اسانسير تاني داخل مزاحم في الاسانسير. سلوكيات مش بتاعتنا، ما السلوكيات دي دليل على عدم انتمائنا او ما بنحبش بلدنا. مصر الانتماء هو الحب، مش مجرد الحب بس، لا، الحب وخاف على الواحد، الحب بالاخلاص. يعني الانتماء مش مجرد حب بس، لازم حب مع اخلاص، هو ده الانتماء. لكن سلوكيات شفناها سيئه من بعض قله منحرفه في مصر دليل على ان هم يعني دولت مش بيمثلوا الشعب المصري. لكن الشعب المصري شعب أصيل، شعب بيحب الناس كلها، شعب اجتماعي، بيقيم علاقات اجتماعية مع نفسه مع الغير. الشعب المصري شعب طيب بطبعه. الشعب المصري شعب عظيم، حضارة 7000 سنة. الحضارة دي ما بتقومش من فراغ، الحضارة دي بتقوم على قيمة الانتماء وعلى الحب. ما ينفعش أبني حضارة كبيرة ومباني شاهقة وحاجات متميزة جدا وفي الاخر ما بحبش البلد. انا ببني الحاجات دي عشان انا بحب البلد. فالشعب المصري اللي بيحب بلده، لكن اللي احنا شفناه في الايام الاخيره دي مجرد زوبعه وانتهت. والشعب المصري في تقدم وفي استمرار وفي رخاء، وان شاء الله نبقى احسن واحسن واحسن بمشيئه الله. الولاء والانتماء المفروض ان هما ليهم مظاهر. يعني انا اقدر اشوف انسان اقول ده انسان منتمي لمجتمعه، بيحب بلده، في درجة من الولاء سواء للمقربين لدائرته الصغيرة أو لدائرته الكبيرة. إيه أهم مظاهر الولاء والانتماء اللي ممكن يتصف بها أي إنسان ونقول عليه إن هو ده ماشي في طريق انتمائه وحبه لوطنه بالصورة الصحيحة؟ لما نيجي نتكلم على اللي هو مظاهر الانتماء، الانتماء ديت
محتاجة بس كلمة واحدة بس، سلوكيات متميزة، سلوكيات وانتماء. واحد بيعامل الناس اللي حوله كلهم كويسين، زي مثلا بتلاقي فرد في الأسرة منتمي للأسرة، بيحب الأسرة وبيخاف على الأسرة، ده منتمي للأسرة، دوت سلوكياته كويسة. واحد مثلا بيبقى شغال في وظيفة بيبقى متضايق أوي في الوظيفة، بيتعب الناس اللي حواليه، بيقرفهم، بيزهقهم، ده بيبقى ما عندوش انتماء. واحد بيحب وظيفته، بيحب زمايله كلهم، بيقابلهم مقابلة كويسة، هو ده الانتماء. الانتماء اللي هو الحب، انتماء ان احنا نحب الناس اللي حوالينا، انتماء ان سلوكياتنا تبقى متميزة، ما يعني ما نحاولش نزهق الناس اللي حوالينا. مظهر الانتماء اللي هو ان الواحد يتعامل مع الناس معاملة كويسة. وبعدين يعني الحديث الشريف فيما معناه، حب الخير لأخيك كما تحبه لنفسك. إذا حبيت الخير للناس زي ما أنت بتحبه لنفسك، أنا بعتبر دي أعظم درجات الإيمان ودرجات الانتماء. ما هو الانتماء اللي هو إيمان بالله، اللي هو يبقى مؤمن عن اقتناع، الإيمان عن طريق الحوار، مش الانتماء مجرد إن أنا مثلا معايا بطاقة، معايا باسبور. لا، الانتماء مش مجرد كلام، الانتماء مجرد أفعال، إن الواحد يفعل. أنا مثلا بحب بلدي، برميش زبالة في الشارع، في اشترك في العمل الاجتماعي التطوعي. العمل الاجتماعي التطوعي دوت من افضل الاشياء اللي ممكن يغرس قيم الانتماء. بتتعامل مع فريق عمل متميز جدا، فريق عمل بيحبوا مصر، فريق عمل بيحبوا نفسهم، فريق عمل بيحبوا يقدموا الخير للناس كلها. مجرد انت بتشتغل بتندمج وتتفاعل مع مجتمع بهذه الصورة المتميزة، لازم بتبقى كويس. حتى لو سلوكاتك مش قوي، سلوكاتك بتتطور، ما انت بتتعامل مع ناس كويسين، ناس همهم الاساسي انه بيقدموا الخير للناس. فدي مهمه جدا لو احنا كلنا نربي اولادنا على ان هم نغرس فيهم قيم الولاء والانتماء من خلال اللي هو العمل الاجتماعي التطوعي، عمل بدون مقابل، اقدم خدمه للناس بدون اي اجر، ده وفي الاخر ببقى سعيد. دي بتبقى حاجه كويسه قوي. ليه ما يخلوهم ليه ما يخلوش ليه ما يخلي ليه ليه الاب والام ما يخلوش العمل الاجتماعي التطوعي ده جزء من حياتهم، جزء من كيانهم، على اساس ان هو حتى يبقى ليه كل اسره ما تحاولش تتطوع بيوم من وقتها في خدمه المجتمع، بيوم في السنه، يوم حتى في لو في الشهر. خدمة المقربين منهم واللي في احتياج لهذه الخدمة. دي يعني احنا مهمه دايما جدا. لما بنقول كلام عام وكبير الناس بتشعر بصعوبة الأمر، انما انا مجرد ان انا اخدم جاري او اخدم قريب ليا ما في بخدم اللي احتياج، حواليا، ده ودي بعض ايتام الأسرة، بعض ده في حد ذاته نوع من الانتماء ومظهر من مظاهره الجميلة اللي ممكن تختفي عند البعض وتظهر عند البعض بصورة مبالغ بيها. يعني احنا مثلا ممكن نشوف اعلاميا بعض البرامج اللي بتدعو لخدمة المجتمع وخدمة، ونشوف ناس يعني متواجدة لمجرد ان انا كشو اعلامي، انما لما ندور عليهم بصورة حقيقية داخل حياتهم وداخل افعالهم اليومية هنلاقي ان الصورة مش بالمظهر مش ده. فاحنا بتاعتهم. بنقول احنا ما بنتكلمش عن شو اعلامي، ما بنتكلمش عن حاجات صعبة، احنا احنا بنتكلم عن بنتكلم حالات عن كل، راسخة. حتى لو اسرة، كل اسرة فيها فرد يقدر يخدم اسرته نفسها. يعني ده في حد الأب ذاته انتماء يخدم للأسرة، بحب الأم للأسرة. بالظبط، الأم تخدم الأولاد بمنتهى الحب وبمنتهى الرغبة في الخدمة. العطاء بتاع الأم ده لو كل إنسان خدنا 10% من رغبة الأم في خدمة أولادها، في إنه يبقى عنده ده قال لي لو خمسة الجزء في ده المية يبقى في كويس خدمة قوي، بس المحيطين بيه، الدنيا كلها هتبقى هتبقى جميلة. كويسة لكن قوي. البعض قد يرد علينا دكتور حسن ويقول يعني إزاي إنسان هيبقى منتمي ويبقى عنده ولاء وهو حاسس بظلم، او هو حاسس بقهر، او هو حاسس ان الخدمه اللي بتتقدم لغيره ما بتتقدمش ليه. الشعور بالانتماء والولاء ده محتاج متطلبات، محتاج بيئه معينه عشان الانسان ده يشعر بهذا الانتماء والحب والولاء، ولا ممكن الانسان يتاثر سلبا ويبقى كاره لوطنه، كاره لاسرته، كاره لمجتمعه نتيجة لظروفه؟ هل المفروض يكون كده ولا لا؟ لما حضرتك عامة في بعض الناس بيحس ان هو بينتمي للمجتمع لما المجتمع يقدم له خدمات، المجتمع مش هيقدم له خدمات يبقى مش هينتمي ليه. لا، ده كلام مش مظبوط. ما اللي يقدر يحل المواضيع دي التربية، عشان التربية دي الأساس. التربية دي بتعمل استقرار، استمرار للمجتمع وبقائه من خلال الأسرة. الأسرة تربي أولادها على العطاء، الأسرة تربي أو أبنائها على أساس إن هم يبقوا يعني إن هم يحبوا بلدهم في السراء وفي الضراء، مش البلد تديني اللي أنا
خدمات يبقى احبها، ما تدينيش خدمات وما تدينيش حاجه ظروفها تعبانه يبقى ما احبهاش. لا، دي بيبقى نابع من المؤسسات التربويه على راسها الاسره. الاسره بتحبب الابناء في المجتمع، بتحببه في البلد. ازاي؟ ما بعض الاسر بتحاول تنتقد المجتمع بصفه مستمره، يجي لكن يقول يفهموا ان في عطاء بمقابل، وفي عطاء مش المفروض يبقى ليه مقابل. ما دي المشكله. يعني نعم. مثلا حضرتك يجي يقول لك يا ده المواصلات زحمه، يا ده مش عارف انا مش عارف اشتغل، يا ده مش عارف في خناقات، الصوت عالي، مش الدنيا متعبه. لا، طب ما ده كله الحاجات دي بتنتقل من الاب والام للابناء، فالابناء بيلاقوا الاب والام متضايقين من البلد، فهو بيبقى حاجات راسخه داخل ذهنه ان هو برضو ما بيحبش البلد. برضو تلاقي مثلا الاب والام طول النهار يقول لك البلد دي بلد وحشه، البلد دي ما بتديش الكويس. يبقى ازاي هزرع الانتماء في فهو اولادي؟ ففي حاجات زي كده، فاقد الشيء لا يعطيه، بالظبط لا يعطيه، بالظبط. فدي مشكله كبيره قوي. بنلاقي مثلا المدرس التربوي له دور كبير قوي قوي ان هو يغرس قيم الولاء والانتماء في حبه للمدرسه، حبه لتلاميذه. لكن المشكله كلها بيلاقي المدرس هدفه الاساسي يدي دروس خصوصيه، مش فاضي، ما بيلتزمش باي حاجه، بيعامل الطلبه معامله مش قوي، بيعامل الطالب اللي بياخد عن درس خصوصي بيعامله معامله كويسه، والطالب ما بياخدش ما للأسف. بياخدش درس خصوصي بيعامله معامله سيئه جدا. فده طبعا هو بيبقى كاره الحاجه دي. فلازم الولاء والانتماء يكون من خلال القاده، من خلال القاده التربويين اللي هو عن طريق الاسره وعن طريق المدرس التربوي وعن طريق برضو اللي هو المناهج الدراسيه. المناهج الدراسيه الطالب بيخش المدرسه علاقته بالمؤسسه التعليميه علاقه هشه، علاقه ضعيفه، على اساس بيلاقي المدرس مش منتمي، ما بيحبهوش، بيلاقي المناهج الدراسيه مناهج ما بتشبعش رغباته، المناهج بتعتمد كلها على الحفظ، هو مش فاهم، عمال يحفظ عشان يخش يكتب في اخر الامتحان وينجح. الامتحان مش مجرد بيجي صعب، صعب دي مش مشكله، الناس تحل الصعب وتحل السهل، لكن امتحانات بعض الامتحانات بتيجي معقده، التعقيدات دي بتخلي اللي الطالب بيبقى عنده نوع من العقد النفسيه، اضطرابات نفسيه، بيبقى عنده اضطراب، مجرد بيخلص الاجازه بيبقى مش عاوز حتى يشوف حد خالص، مش عاوز ينزل من بيته، عاوز يضيع وقت طول النهار قدام الانترنت او التلفزيون. دي مشاكل بتبقى المفروض لازم نتغاضى عنها، لازم نحاربها. ما ينفعش مثلا عاوزين نغرس قيم الولاء والانتماء والمؤسسين الكبار اللي هم المؤسسات التربوية دورها ضعيف، مش قادرة ان تستمر في دورها. فده طبعا بيأثر على الأبناء في المستقبل. بنلاقي مثلا بعض المدارس بتلاقي ما بيحيوش العلم، يجي الطالب مش الحقيقة مهتم. مظهر من مظاهر اللي قد يعتبرها البعض مظهر من مظاهر الولاء أو الانتماء في أي دولة، العلم أو النشيد الوطني. النشيد الوطني حاجات يعني مهمة. مظهر، يعني البعض ظهر نوع من يعني الاستهانة أو تقليل شأن وأهمية مثل هذه العادات اليومية اللي بنغرسها داخل أولادنا داخل مدارسنا. طبعا المفروض في حاجات تانية كتيرة تتعاون مع هذا الأمر، زي ما حضرتك تفضلت وقلت جانب التربوي التأسيسي الصحيح لأولادنا بجانب هذه المظاهر. فالمقولات والادعاءات اللي ظهرت أخيرا بأن ده ملهاش أهمية، وأن المفروض أن احنا يعني نبتعد عن هذه المظاهر أو نقلل من قيمتها، دي رأي اساسيات، حضرتك فيها دي دكتور اساسيات ما حسن؟ ينفعش. يعني حضرتك في بعض المدارس انا اعرفها، بروح مدارس كتير بالنسبه للراجل التربوي، بلاقيهم ما بيحيوش العلم، يقفوا في الطابور ياخدوا بعضهم ويمشوا، ما يقفوش في الطابور، اللي يجي متاخر لازم، اللي يجي متاخر يبقى في عقاب. بلاقي في ناس كتير قوي بتيجي مثلا المدرسه بتبدا الساعه كذا يقول لك لا انا اصلا ما بيجيش على الطابور، انا باجي بعد الطابور واروح دي داخل على مشكلة الحصه. نظام، مشكلة دي مشكله نظام. كلها المدير المدرسه، ده الرجل التربوي الاول اللي بينفذ اوامر العمليه التربويه داخل المدرسه. لما الاقي مدير المدرسه ضعيف يبقى لازم المدرسه كلها هتبقى مخوخه، هتبقى الفكر بتاع الطلبه ما بيحبوش المدرسه، المدرسين هيبقى دورهم ما لهمش دور، هيبقى العمليه التربويه داخل المؤسسه التعليميه ضعيفه جدا. فالمدير المدرسه لازم يقدم له دعم مادي، دعم معنوي، دعم مهني، انه اقامه دورات تدريبيه على اعلى مستوى في كيفيه التعامل مع الطلبه، مع التعامل مع المدرسين، ازاي يبقى يعني رجل تربوي كبير ناصح ليهم، يقدم لهم خدمات، يقدم لهم مشوره. دي حاجات مهمه قوي في المرحله القادمه. جميل. في برضو حضرتك المجلس الاباء، مجلس الاباء ده له دور كبير قوي في غرس قيم الانتماء. يبقى الاب والام يروحوا مثلا المدارس ويقعدوا مع المدرسين
ويشوفوا مشاكل المدرسة ومشاكل الطلبة ولادهم وأبنائهم. دي مشكلة، دي مهمة جدا، إن دي بتعمل بتقرب وجهات النظر بين المدرسة وبين بين أولياء الأمور، جميل. بيخلي قيم الانتماء تبقى متماسكة، بتخلي الطالب بيحب المدرسة وبيحب الأسرة. وبعدين المفروض الأسرة والمدرسة بيكملوا بعض. في بعض الأسر، في بعض الأبناء ما بيسمعوش كلام اللي هو الأب والأم. لما يروحوا المدرسة لازم المدرسة تديهم قدرة ان هم يسمعوا كلام الاب والام، يبقى في حلقة وصل وتواصل بينهم. في بعض الابناء ما بيسمعوش كلام المدرسين، بيسمعوا كلام الاب والام. لازم الاب والام يعلموا ابنائهم، يقولوا لهم لازم تسمعوا كلام المدرس، المدرس دوت او المدرسة دول زي اخوه الكبير او زي اخته الكبيرة او زي والده او زي والدته، دولت لازم دولت لهم احترام مقدس، لازم نحترمهم زي ما بنحترم الاب والام، نحترم المدرس والمدرسة. لكن المشكله كلها يجي الاب والام يقول لي يا عم لو مدرس كلمك بس تعالى وانا اشوف انا هعمل ايه، يروح على طول، بس مجرد زعق له سلوكيات سلبية بنشهدها الحقيقة يضطر وموجودة. على طول الاب والام يروح المدرسه على طول ويقول فين مدير المدرسه ويتخانق ويبقى صوته قد كده. ازاي تزعق لابني؟ طب ما تشوف ابنك الاول، اقعد الاول شوف ابنك غلطان ولا مش غلطان. غلطان المدرسه تجيب لك حقك، المدرسه هي اللي تجيب حقك سواء حقك او حق ابنك. إذن هناك مبادئ وأسس للانتماء حتى للمكان، مش بس للأسرة، مش بس للمدرس. انتمائي للأسرة في بيتي ممكن يتعادل ويتوازى مع انتمائي لمدرسيني وولائي ليهم داخل المدرسة. موقع العمل لأي إنسان ممكن يظهر من خلاله مدى انتماء هذا الإنسان لهذا المكان وولائه ليه أم لا. يعني بعض الناس بتعتبر ذهابها للعمل وعودتها منه عمل روتيني متكرر، بدل المكان ده أنا بقبض منه يبقى أنا انتمائي ليه هو المشوار اللي أنا بعمله يوميا بسبب العائد المادي اللي باخده منه. إنما رغبتي في إن يكون في جديد، رغبتي في إن كل الأمور تمشي بمقاديرها ومعاييرها الصحيحة، ده درجات من درجات الانتماء والولاء المفروض إنها تبقى موجودة فينا إذا كنا بنعمل في أي مجال. ده متوافر وموجود ولا بنشوف حاجة تانية؟ هو طبعا مش متواجد كتير قوي، والدليل على كده ان كل واحد موظف في الدوله كتير قوي قوي ما عندهمش انتماء، بمجرد علاقته بالعمل ان هو طبيعه شغله وخلاص. لو المصلحه اللي فيها حصل فيها اي حاجه هو ماله، شبت حريقه مش مشكله. لكن في بعض الادارات العليا في المصالح الكبيره او بعض في الهيئات او المؤسسات الدوله والهيئات والمؤسسات اللي هي حتى القطاع الخاص، بيبقى عندهم ولاء وانتماء، بيبقى الاداره بتتحاور، بتنزل لمستوى الموظف وبتتحاور معاه وبتتكلم معاه وبتشوف مشاكله، انت متضايق ليه؟ بنزود الانتاجيه. ما احنا عندنا في مؤسسات كبيره في الدوله وفي مؤسسات قطاع خاص ناجحين جدا في الدوله. ناجحين ليه؟ النجاح دوت يعني الانتماء. الفشل عدم انتماء، هو كده على طول. الفشل عدم الحب، الكراهيه عدم الانتماء. لكن الحب هو الانتماء، هو الولاء، هو الاخلاص. لكن المشكله كلها لما بنلاقي مثلا بعض الادارات ما بتتحاورش مع موظفيها، في مشكله في كل قطاع بيبقى ليه مشاكله، فلازم اي المدير الكبير او اللي هو مدير الاداره يقعد مع الموظفين يشوف مشاكلهم ايه. لما يشوف مشاكلهم بيحس ان هو ارتياح نفسي. في مثلا واحد مدير بيعمل خصم لموظف، طب يمكن الموظف دوت فيه تعسف اداري، يجي مثلا يطلع للمدير ما رضاش يقابله الرئيس الكبير، فده بيتولد عنده نوع من الكراهيه، يبقى ازاي هينتمي للمبنى دوت او ينتمي للعمل ليه وهو مش عارف ياخد حقه. فهو عشان نزود قيم الانتماء لازم يكون في حوار، الحوار مهم جدا جدا، الحوار مع الكبير ومع الصغير، الكبير ينزل بمستوى الصغير ويتحاور معه، يخصص يوم معين، يخصص مكان معين يتحاور معه. زي الافطار الجماعي اللي كان في رمضان، كتير قوي هيئات عملوا افطار جماعي، دليل على الحب، دليل على الانتماء، دليل على التقارب. الحاجات دي بتؤدي الى عملية تقارب بين المرؤوس وبين الرئيس. جميل. إذن انتمائي لأسرتي هو جزء من انتمائي لمدرستي أو لجامعتي أو لعملي، هو جزء من انتمائي لبلدي. وكل ده ممكن يتم في إطار يعني توعوي، إطار توجيهي، بيبقى مسؤول عنه جهات
عديدة ومتعددة، مش بس المدرسة، مش بس جهات العمل، كمان المؤسسات الدينية ممكن يبقى ليها دور كبير جدا في دعم غرس الانتماء والولاء لدى كل فرد في المجتمع. يعني ايه اللي ممكن تقوم بيه اي مؤسسة دينية لدعم والتأسيس والتأصيل للولاء والانتماء عند كل فرد؟ طبعا المؤسسه الدينيه دي متميزه جدا، دي يعني من اهم الحاجات اللي ممكن تؤدي الى غرس قيم الولاء والانتماء، ان الخطاب الديني يكون خطاب معتدل، خطاب تربوي، خطاب تثقيفي، ما يكونش خطاب مطول، يكون خطاب يعني مختصر بسيط سهل. لكن المشكله كلها ساعات بنلاقي بعض الخطابات الدينيه بتلاقي خطاب طويل، تلاقي الناس اللي قاعدين بيسمعوا عندهم نوع من الملل. لازم يكون الخطاب نوع مشيق، يكون تثقيفي، يعني يعلمنا نتعلم منه نستفيد منه، يكون معتدل وماشي مع الواقع. دي حاجات مهمه جدا في الخطاب الديني. لكن في بعض الايام اللي فاتت ديت شفنا طبعا كان في بعض الخطاب الديني كان في الوقت اللي فات ده على طول كان بيمر بظروف صعبة جدا، كان بينفذ أجندات معينة أدى إلى انهيار أجزاء كتير أوي من المجتمع، كان ممكن يؤدي إلى انهيار المجتمع الخطاب الديني لو ما كانش تم تحجيمه وعملية الرقابة عليه بصفة مستمرة، كان ممكن يؤدي إلى تدمير المجتمع، لأنهم في لازم اللي بيقوم ده بيأكد على أهمية هذا الخطاب. قد كده الشعب المصري بيتأثر جدا بالدين بكل ما هو متعلق بعلاقته بربنا سبحانه وتعالى وبولائه وانتمائه لدينه. قد كده النقطة دي هامة جدا وممكن تبقى مدخل جميل لكل ما يدعم تغيير سلوكيات وانتماءات وولاءات الشعب المصري لتصبح في الطريق الصحيح. وطبعا الخطاب الديني، الخطاب الديني ده مهم جدا، لازم القائمين على الخطاب الديني يكون ناس متميزين، ناس يكون على اعلى مستوى، لازم يكون يتم اختبارهم، لازم يتم يكونوا ناس مهنيين، مش اي واحد يجي من بره ويخطب في الناس ويتكلم. لازم الخطاب الديني يكون بعيد عن السياسه، احنا مالناش دعوه بالسياسه، احنا الخطاب الديني احنا عاوزين نتكلم على الدين، عاوزين نتعلم، عاوزين نتربى. الدين الاسلامي هو اعظم مدرسه تربويه، فلازم نستفيد من الدين الاسلامي. يعني النبي كان بيعمل ايه، السيره النبويه، الحاجات دي كلها، الكتاب ربنا كان بيقول ايه، كتاب ربنا بيقول ايه، بيحسنا على ايه. فلازم الحاجات دي كلها تبقى مهمه. لكن المشكله كلها لما الاقي قائمين بالعمليه الدينيه ناس غير مؤهلين، طب ما هيؤدي الى عمليه بلبله في الافكار. واحنا كمان المشكله الشعب المصري شعب عاطفي، فبيتاثر باي حاجه، ده عاطفي من ناحيه، وشعب بنعاني من 40% أمية، يعني ناس كتير قوي عندها أمية، ممكن أي حد ممكن يأثر عليهم. فلازم نحذر جدا في عملية الخطاب الديني، خطاب يكون متميز عليه رقابة، يكون خطاب بسيط وسهل، خطاب لازم يكون الخطاب الديني دوت خطاب ينزل لمستوى المجتمع، يبقى الناس تفهمه، ما يكونش فيه كلام كتير، يكون مختصر معتدل ماشي مع العصر. جميل. للإعلام أيضا دوره في التأصيل لوجود مفاهيم الولاء والانتماء داخل المجتمع، وهي مسؤولية كبيرة الحقيقة بتقع علينا جميعا في هذا المجال، ولكن وسائلها وأدواتها يمكن تكون متعددة ومتنوعة، وقد يبالغ البعض في استخدامها وقد لا يستخدمها الآخرين، على اعتبار ان مش دوري ان انا اوعي، او ان انا دوري ان انا احط ايدي على نقاط الخطأ والسلبيات اظهرها علشان اصححها. قد تكون في مبالغات في التناول، في أداءات غير مستحبة، ولكن سواء كان في سلبيات أو إيجابيات في هذا المجال، إلا أن الدور الأول والأساسي ليه هو التأصيل والتأسيس لوجود الانتماء والولاء داخل نفوسنا كشعب مصري. دور الإعلام وحضرتك شايفه إزاي في الوقت الحالي؟ هو الإعلام طبعا حضرتك، يعني الإعلام ده مؤسسة تربوية مهمة جدا جدا، على أساس دي دخلت كل بيت، دخلت الجميع بيوت الدولة. الإعلام التلفزيون المصري هو يعتبر أكثر اعتدالا، بيقدم فن كويس، بيقدم أعمال فنية كويسة. لكن المشكلة كلها بنلاقي بعض القنوات الفضائية بتستضيف ناس غير مؤهلين،
ناس بيتم بيغرزوا افكار هدامه للشعب المصري، وبيتم استضافهم كتير ويقول لك الخبير الفلاني وبتاع، ولا هو عنده فكره بالخبره ولا عنده فكره بالمهنيه ولا عنده فكره باي حاجه، بيتم استضافهم لمصالح شخصيه. فده طبعا بيؤدي الى انهيار المجتمع، ده بيؤدي الى كراهيه الشعب للمجتمع، بيضعف روح الولاء والانتماء. لكن المشكله كلها لازم يتم اختيارهم. بنقول للمعدين كلهم بتوع مصر لازم لما يتم استضافه بعض رموز المجتمع والناس اللي هم الخبراء الكبار والتربويين والعلماء واساتذتنا والائمه الكبار، لازم يتحروا الدقه، يشوفوا هل هو ده خبير كبير ولا هو مش خبير، هل الراجل ده حصل على دكتوراه ولا بيقول على نفسه دكتور، هل الراجل دوت مؤسس مش عارف ايه ولا مش مؤسس ايه. لكن المشكله كلها ما بنتحرش الدقه في الحاجات دي، فده بيؤدي الى غرز قيم اللي هو الكراهيه، بيؤدي الى المجتمع بيعيش في حاله من الارتباك، مش فاهم الصح من الغلط، هل يمشي ورا القناه ديت بتتكلم صح ولا يمشي ورا القناه ديت. ده لازم يكون في رقابه على الاعلام، رقابه كويسه جدا، والقائمين على الاعلام لازم يكونوا على اعلى مستوى، عندهم نوع من اللباقه، عندهم نوع من الحوار المتميز، اللغه العربيه بتاعتهم تبقى لغه متميزه. احنا بنلاقي ناس كتير قوي مذيعين واعلاميين اللغه العربيه بتاعتهم ضعيفه جدا، طبعا ما ينفعش. بلاقي اللغه العربيه ديت دي الهويه المصريه اللي هو اللي نادى بيها الزعيم جمال عبد الناصر. الاعلام دوت مهم جدا، عشان الاعلام دوت اسهل حاجه بتخش البيت، وبعدين الاعلام دوت لازم يكون اعلام تربوي، اعلام نبقى فاهمين هو بيقول ايه، على اساس ان في مثلا بعض الاسر ما بيخشوش المدارس، في بعض الناس اميين خالص ما دخلوش المدرسه، المؤسسه الوحيده اللي ممكن يتاثر بيها كمؤسسه تربويه بعد الاب والام هو الاعلام، غياب المؤسسه دي المؤسسه التعليميه ما راحش خالص، فهو الاب والام، نفترض الاب والام ما فيش تاثير، يبقى هو المؤسسه الوحيده اللي بتاثر عليه هي الاعلام. فلازم الاعلام دوت يكون يخش كل بيت، ويبقى في رقابه قويه جامده قوي على الاعلام، والقائمين على الاعلام اقامه دورات تدريبيه عاليه جدا رفع كفاءتهم في التعامل مع في الحوار، يكونوا في مظهرهم. احنا بنلاقي برضو بعض المذيعين وبعض الاعلاميين كل واحد يقول لك انا اعلامي اعلامي اعلامي، وهو ولا اعلامي ولا حاجه، مجرد انه بيظهر بس في قناه فضائيه في مصالح يعني شخصيه. مع احترامنا لكل من يظهر خلف اي شاشه، المفروض انه بيعي دوره لازم، تماما، لا وقد يعني يعتقد البعض انه يقوم باداء دوره على اكمل وجه، هو مش مسؤوليته فقط، هو المفروض ان في الرقابة مسؤوليه رقابيه رقابية كبيرة، عشان دي مسؤولية كبيرة الإعلام ده. لحسن الاداء من قبل هذه الفئه واللي انا بنتمي ليها لا ما الحقيقه، واللي بنحاول دايما ان احنا تكون توجهاتنا واهدافنا عامه وأكبر من مجرد توجهات شخصية أو خاصة. اسمح لي دكتور حسن، الانتماء مش شرط يكون لبيت، مش شرط يكون لمدرسة، مش شرط يكون لجامعة، مش شرط يكون لوطن. الانتماء ممكن يكون انتماء قومي، ممكن يبقى انتماء أممي، أنا ممكن أنتمي لديني، ممكن أنتمي قوميتي العربية، وممكن أنتمي لأمتي الإسلامية، وده يتهيألي مفهوم كبير طبعا وأكبر شيء بكتير طبيعي. ايوه جدا طبعا ده من الانتماء الكبير. مجرد الانتماء والولاء لأسرة أو لفكرة أو وده برضو اللي بنحاول نؤصل ليه، لأن هو ده اللي هيدعم وطنيتنا، قوميتنا هتدعم وطنيتنا، وبالتالي هتدعم أمميتنا كأمة إسلامية كبيرة تحتضن كل ما هو جميل ومؤثر وإيجابي داخل هذه الأمة. ما هو لازم اللي هو بالنسبة للإعلام لازم يكون فيه النقد البناء، إن لازم اللي هو ينتقد ويجيب، يعني زي مثلا بيتم استضافة بعض الناس في القنوات لازم بيعرض المشكلة، طب وفين الحل؟ احنا لازم كلها كل واحد لازم يجي يقول الحل، مش مجرد اعرض المشكله، ما اعرض المشكله ما استفدتش حاجه، لازم اعرض المشكله واجيب اللي هو الروشته الحل، الحل ده مهم جدا. فهو المشكله كلها ان احنا ما بنعرضش الحلول، فبنلاقي العمليه ما بنستفدش حاجه. وبعدين اللي هو الاعمال الدراميه والاعمال الفنيه لازم نتحرى منها، كمان الاعمال التاريخيه
لازم تبقى كلها مظبوطه، ما فيهاش كل اي دي اتمام، وسائل من ما وسائل فيهاش اي نوع من الفاعلة والإيجابية لدعم مفاهيم قيم الولاء الانتماء، والانتماء داخل ده عشان نحب مجتمعنا بلدنا وننتمي المصري. ليها زياده. جميل. دكتور حسن السنوسي الكاتب الخبير التربوي، أشكر لحضرتك مشاركتنا في هذه الحلقة. أشكرك. مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة النيل للتعليم العالي، كنا معا ونبع من ينابيع المعرفة. شكرا لكم وإلى لقاء آخر إن شاء الله.